رحلت الملكة إليزابيث الثانية وبات تشارلز الثالث ملكا على عرش المملكة المتحدة، وأعلن قصر بيكنغهام وفاة الملكة عن 96 عاما. رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس وصفت الملكة إليزابيث بأنها الصخرة التي بنيت عليها بريطانيا المعاصرة لما شهدته البلاد في عهدها من نماء وازدهار وفق قولها. كما أعلنت تراس الولاء للملك تشارلز الثالث في إشارة إلى دخول البلاد في عهد ملكي جديد. في حلقة الليلة من العاشرة سنحاول الاقتراب أكثر من الأجواء في بريطانيا وماذا يعني رحيل الملكة إليزابيث الثانية وما يتبع ذلك من مراسم وخطوات وانعكاسات ومتغيرات. للمزيد الآن ينضم إلينا من لندن روبرت فوكس الصحفي في الإيفنينغ ستاندرد البريطانية، وكذلك منال أو الدكتور فواز جورجس أستاذ العلاقات الدولية. أهلا بكما أستاذ روبرت. سأبدأ معك. هناك طبعا حزن كبير، تنكيس للأعلام حدادا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية. نود أن تشاركنا الأجواء، المشاعر التي يعبر عنها البريطانيين في هذه ربما اللحظات الصعيبة لرحيل ملكة استمر حكمها في بريطانيا 70 عاما. نعم، أعتقد في لندن تم انعكس هذا بالجو. كان الجو ماطرا جدا كما ترون خارج قصر بيكنغهام، وماذا يحصل هنا هو أننا لدينا لحظة كل العالم كانوا يعرفون أنها ستأتي في يوم ما، وكانوا يعني تفاجأوا بأثر الحدث لأنهم عرفوا أنها يعني قلب الصفحة، عرفوا أنه سيأتي هذا اليوم، ولكن لم يعرفوا كيف سيكون هذا التغيير. وهذا شيء رائع خشي. هذه المرأة فنية كانت قوية جدا رائعة، وكان لديها تأثير كبير على كل الجمهور وكل في وأيضا في الأمم الأخرى. نعم دكتور فواز، إذا كنت معنا أود أن أسأل هنا. كاتب السيرة الملكية روبرت هاردمان مؤلف كتاب ملكة العصر يقول إن أخبار اليوم قبل أن تعلن وفاة الملكة إليزابيث الثانية تذكرنا، كما يقول روبرت هاردمان، بأهميتها وعاطفتنا أي نحن البريطانيين لها. برأيك ما الأهمية التي كانت تمثلها الملكة إليزابيث الثانية وما يكنه البريطانيون لها من احترام وتقدير؟ إن تلخيص سيرة الملكة إليزابيث الثانية من حوالي 70 سنة، يعني استلمت كانت على رأس الهرم الحكم الدستوري من عام 1952 الآن. أنا أعتقد أنها تمثل رمزا للوحدة للمملكة المتحدة، للأغلبية الكبرى من البريطانيين، وأيضا لنذكر المشاهد الأردني والعربي، أيضا دول الكومنولث 16 دولة. بالفعل كانت شخصية مميزة، أنا أسميها الحقيقة القاعدة الصلبة، شخصية غير خلافية، شخصية محبوبة إلى الغاية. آخر إحصاء للرأي العام في المملكة المتحدة في عام 2019 و2020 أظهر أن 74% من سكان المملكة المتحدة ينظرون بإيجابية إلى الملكة إليزابيث الثانية. يعني هي لم تشكل فقط رمزا للوحدة، قيم البريطانيين يعني لم تتفوه بكلمة واحدة منذ حوالي 70 سنة. ابتعدت عن الجو السياسي، لا أحد يعرف ما هي آراؤها السياسية، لأنها كما تعلم للمشاهد الأردني والعربي هي الحقيقة يعني رأس الهرم الحكم الدستوري، ليس لها سلطة فعلية مادية، ولكنها تشكل رمزا للمملكة المتحدة. وأنا أعتقد أن غياب الملكة إليزابيث الثانية يشكل علامة ونقطة فارقة في تاريخ المملكة، وخاصة
أن التحدي الأكبر الذي سوف يواجهه الأمير تشارلز الملك البريطاني الجديد هو الحقيقة محاولة لملء كرسي الملكية التي كانت يعني ترمز إليه وتشكل عصبة الملكة إليزابيث الثانية. وطبعا الآن في هذه اللحظة التاريخية المملكة المتحدة تمر في أزمة في غاية الخطورة، أزمة بنيوية، قضية التضخم وصلت إلى أكثر من 11%، العجز في الميدان الميزانية 61 مليار استرليني، قضية الفقراء، قضية الطاقة، كل هذه الأشياء الحقيقة الآن يعني تمثل مرحلة مهمة جدا، مرحلة جديدة، وخاصة أن المملكة الملكة إليزابيث الثانية مثلت حالة الاستقرار بعد الحرب العالمية الثانية. الحقيقة كلمة الاستقرار والرفاهية هي الكلمة التي يوصف بها تاريخها في 70 سنة الماضية. إذن كانت تشكل رمزا للثبات، رمزا للاستقرار، رمزا كذلك للديمومة. سيد روبرت فوسك، إضافة إلى ما ذكرنا من مزايا كانت للملكة إليزابيث الثانية، كان لديها ذلك الإحساس الكبير ربما بالواجب العام، رغم كما قال الدكتور فواز ربما مارست الحياد السياسي، امتنعت عن التعبير عن الآراء، ربما أذكر لها فيما يتعلق باستفتاء اسكتلندا وسعيها للاستقرار. أين برأيك تمثل ذلك الإحساس بالواجب العام للملكة إليزابيث الثانية، الذي كان دائما ينظر إلى هذا الإحساس بكثير من الاهتمام والتقدير لأدوارها المتعددة؟ نعم، أعتقد كما ذكر الدكتور فواز، ذكر كانت فوق كل شيء، ولكن هي كانت جدا مهتمة بالشعب، يعني دعمت كل شعب، وكانت ذكية جدا وفي كل ظروف، وأيضا بدون أي فهمت الأكاديميين والمفكرين، وكانت تفكر دائما وأراد أو مرة أو مرتين فقط عبرت عن رأيها، وإذا ممكن أن تقول سياسي، ولكن فيما يتعلق هي كانت موقفها دائما مميز، كانت على حكمتها بأن تكون يعني حيادية، وحتى في استفتاء اسكتلندا وقالت أريد أن مملكتي أن تكون متحدة، وهذا فقط ما قالته، وفي العديد من يعني الفرص الأخرى وأيضا لسنوات، وأيضا كان هناك في إيرلندا الشمالية وحيث عمها قتل هناك من جيش الإيرلندي، ولكن كانت رائعة، وأيضا يعني صافحت مع القادة الذين قتلوه، وسارت في هذا التغيير. والسؤال الكبير هنا، سؤال كبير لمن يخلفنا الآن في هذه المرحلة، من المثير للاهتمام، هناك يجب على الحفاظ على المملكة في الملكية، وهناك احترام كثير للمملكة، وحتى كان هناك حركة يعني جمهورية بين الأستراليين، ولكنه هي دائما أيضا متفائلة وأيضا بكل الآراء، وأنا ولكن لا أريد يعني أن أقول مثلا في لا أريد أن أقول أن أستراليا ستصبح جمهورية، لا، ولكن من مثير الاهتمام وبسبب ما يقول بعض الناس الكنديون أيضا، وأيضا يريد أن يحافظوا على الملكية، وتشارلز وأيضا ابنه ويليام، لأنه في النهاية يظهر العديد من الأمور، يظهر هناك اختلاف عن الولايات المتحدة، وهي كانت ذكية جدا في هذا، عندما ذهبت إلى كندا أحبت الحديث بالفرنسية، وإحدى من أيضا الأوراق قال وأحد الصحف قال، وأنها جون كريكي أظن أحد الصحفيين قال أعجب بحديثها، وأيضا هذه الطريقة هي، ولكن لتصدقون أو لا، ولكن كان تتحدث عن المستقبل. نعم دكتور فواز،
لديها عبارة شهيرة الملكة إليزابيث الثانية، إن حياتي كلها سواء كانت طويلة أو قصيرة ستكرس لخدمتكم، مخاطبة بذلك الشعب البريطاني. إلى أي مدى تحولت هذه العبارة التي لا تزال تزين واجهة موقع العائلة المالكة الإلكتروني إلى دستور عمل للملكة إليزابيث الثانية؟ يعني بالفعل إلى النفس الأخير خدمة الشعب البريطاني والدول الكومنولث، وهذا بالفعل تشكل شخصية مميزة بالفعل. استطاعت الحقيقة الاعتلاء عن الخلافات اللي كانت داخل العائلة الملكية أو حتى الخلافات السياسية والأيديولوجية في هذا البلد. لأعطيك مثل صغير ما أعني بذلك. مرت وتمر العائلة الملكية بمراحل عديدة وخطيرة للغاية، فضائح كبيرة جدا، وخاصة بعد طلاق الأمير تشارلز من الأميرة ديانا. كانت الحقيقة تآكل سمعة العائلة الملكية، وخاصة فضائح ابنها الأمير أندرو. ولكن على الرغم من ذلك، حتى زملائي في المملكة المتحدة الذين يريدون تحويل الملكية إلى جمهورية المملكة المتحدة ينظرون إلى الملكة على أنها شخصية محبوبة للغاية إلى درجة كبيرة، وهذا بالفعل يحسب لها بغض النظر، واستطلاعات الرأي تشير إلى ذلك. لأعطيك مثل صغير مرة ثانية وهذا ليس كلام، استطلاعات الرأي تشير 74% من البريطانيين ينظرون إليها على أنها شخصية محبوبة وشخصية في غاية الأهمية، في حين أن أقل من 50% ينظرون إلى الأمير تشارلز ينظرون إليه إلى أنه شخصية خلافية لعدة أسباب. وهذا يعني بالفعل أن الأسابيع والسنوات القادمة يعني هي في غاية الأهمية، من خلال أن المملكة المتحدة مملكة دستورية، ملكية دستورية. والسؤال الكبير بالفعل، لأن الأمير تشارلز، وأنا لا أنتقد هنا الأمير تشارلز، الحقيقة هو شخصية خلافية إلى بعض الشيء، يتفوه بأشياء سياسية، يعتقد الكثيرين بأنه يتحدث أكثر من اللزوم، وأيضا هناك نظرة تاريخية إلى دوره في، وخاصة علاقته مع زوجته الأولى الأميرة ديان. ومن هنا أنا أعتقد أن الأشهر والسنوات القادمة في غاية الأهمية للحفاظ على الملكية الدستورية في المملكة المتحدة، وأصلا على ملء الرمز الكبير الذي شكلته الملكة إليزابيث الثانية في 70 سنة الماضية. نعم، الآن أرحب بضيفي كذلك من أمام قصر باكنغهام في لندن، أنور القاسم الكاتب الصحفي. ربما المئات إن لم يكن الآلاف يتوافدون الآن أستاذ أنور إلى قصر باكنغهام، يعبرون عن حزنهم، عن احترامهم للملكة، يضعون الورود عند بوابات القصر. أود منك أن تشاركنا الصورة والمشاعر حيث أنت. يعني حقيقة رغم أن البريطانيين كانوا يتوقعون هذا الحدث أو المصاب الجلل بالنسبة لبريطانيا، إلا أن ما حصل هذا المساء كان صدمة حقيقية للبريطانيين. طبعا الجميع كان ينتظر خبرا مؤسفا هذا اليوم منذ الصباح، بعد أن أعلن القصر الملكي هنا، قصر باكنغهام بالاس الذي كانت تقيم فيه الملكة وأيضا تعقد الاجتماعات الرسمية فيه وتجري المراسم الحكومية، يعني تحدث عن أن الملكة في وضع صحي حرج. الملكة كما هو معروف منذ فترة طويلة حقيقة هي كانت مريضة وتعاني بشكل كبير، لكن آثرت أن تبقى على رأس عملها وتمارس مهامها طوال هذه الفترة رغم مرضية. هنا في حول قصر باكنغهام الآلاف بدأوا يتوافدون، هناك حزن شديد يلف العاصمة البريطانية. من المتوقع رغم الطقس السيء جدا، المطر العاصف والطقس السيء هنا في العاصمة، إلا أن الجميع لم يتوانى عن الحضور، رغم أن الملكة غير موجودة في هذا القصر، هي في قصر بالمورال في سكوتلاند. من المرجح أن والمتوقع حقيقة والمنتظر أن تصل إلى هنا يوم غد، حيث ستبقى جنازة الملكة 4 أيام في كنيسة
آبي الشهيرة هنا بجانب القصر الملكي، نعم بجنب قصر باكنغهام هنا، حيث يعني يعلن كل العائلة المالكة ستودع هذه الجنازة، ثم المسؤولين البريطانيين والشخصيات الكبيرة بعدها سيودعها الشعب البريطاني والعامة إلى مدة 4 أيام، بعدها تنتقل الجنازة لدفن الملكة في قصر القديس جورج في قصر ويندزور، ستنضم إلى جنازة في إلى 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 زوجها الأمير الراحل فيليب. طبعا الحزن سيخيم على البلاد، ستكون هناك 12 يوما لحدادا على الملكة، وسيكون في اليوم الثاني تنصيب للملك تشارلز الثالث الذي سيتسلم مقاليد الحكم في بريطانيا. طبعا إلى أي مدى سيصمد أو يبقى الملك تشارلز في الحكم هذا غير معروف، قد يتنازل لنجله الأمير ويليام وخلال فترة قصيرة وربما خلال فترة طويلة، لكن في البريطانيون حقيقة الكثير من البريطانيين حتى 70 سنة لم يعرفوا في تاريخهم ملكا آخر غير الملكة إليزابيث، ولذلك سيكون هناك فراغ كبير في رحيل الملكة إليزابيث. طب أستاذ أنوار، يعني حتى يوم الثلاثاء كنا نتابع الصور من اسكتلندا عندما التقت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية برئيسة الوزراء ليز تراس، بدت بصحة جيدة وإن كانت قد تتكئ على عصات للمشي، وبدأ أثار أن فقدانها الوزن وعلى يدها اليمنى ربما هناك زراق، ثم فجأة يجري إعلان اليوم أنها في وضع صعب كما يقول الأطباء. هل من تقارير تتحدث الآن في هذه اللحظة ربما ما الذي طرأ على صحة الملكة إليزابيث؟ أستاذ أنور هل تسمعني؟ نعم، كما يبدو أننا فقدنا الاتصال بأنور القاسم، سنعود إليك لاحقا. روبرت فوكس الصحفي في الإيفنينج ستاندرد، برأيك يعني الآن كل وسائل الإعلام تنقل باهتمام بحزن نبأ وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وكذلك ملك جديد هو تشارلز الثالث، الملك تشارلز الثالث. الإيفنينج ستاندرد إذا تستخرج أو ما هو العنوان الذي ستخرج به على صدر صفحتها الأولى عند حديثها عن الملكة أو رحيل الملكة إليزابيث الثانية؟ نعم، لم يتم الاتفاق عليه، ولكن سيكون وفاة ملكة عظيمة. الشعب ينعى ملكة عظيمة، لم يتم الاتفاق بعد، وأعتقد أنه سيكون التركيز على الخدمة العظيمة التي قامت بها، وهي آخر رئيس الدولة أظن التي يعني عاشت بالخدمة العامة الفعالة منذ الحرب العالمية الثانية، وهذا كانت قوة كبيرة وضغطا كبيرة، وأيضا كان خدمتها مكرسة. وأيضا في على لأجيب على سؤالك السابق فيما يتعلق أن هي كانت مريضة، نحن نعرف، وتمكنت بشجاعة أن تحافظ على ابتسامتها والاستمرار، وأرادت الالتقاء برئيسة الوزراء الجديدة لتنصيبها، وأعتقد لم تكن بشكل جيد، ولكنها هذا من طبيعتها الاستمرار والعمل. وأنا أعود إلى سؤالك يعني فيما يتعلق عن تشارلز، وأن في حملته
من أجل ما هناك عادة يعني بالنسبة للغذاء والطاقة وأشياء كثيرة. وطبعا أكيد هناك الأوضاع مزعجة للشعب، ولكن يجب أن تنظر إلى الملكة وإلى والدها وأجدادها وأجدادها، حتى الملكة فيكتوريا في منزل وينتشر الذي هو فيه لديهم ملكين وأيضا ملكة قوية جدا. إذا هذه قوة قصر وينتشر، هذا هو جدري، يعني الملكة الأم بقيت أربعة آباء وأيضا وفي خدماتها وأيضا وبعضهم توفوا بشباب، ولكن بقيت وكانت ملكة وهي محظوظة. أنا وأيضا عندما كانت لديها صفات قوية وأيضا كانت على علاقة جيدة مع الملكة، وأيضا تشارلز هو لديه شقيقته آن وهي أيضا كمستشارة ورث شخصيتها قوية، وأيضا هي في الخدمة العامة، وأيضا وهو أيضا الأمير كان له والأميرة لهم التزامات حوالي 300 أو 400 التزام عام، وأيضا وهي ثم هناك كيت هي زوجة ويليام، وهؤلاء هم أيضا من حوله، وهذا ما يجعل قوة الشخص، وهم أيضا جيدون وهم وأيضا في العمل الاجتماعي وفي العلاقات الاجتماعية وأيضا وبهي طريقتها. ولكن هذا ما الذي ستراه هناك أنا هذا في الملكية، وأيضا هناك الجمهور ويكون الكثير مع الشعب. أنا أشكرك روبرت فوكس الصحفي في الإيفنينغ ستاندرد. دكتور فواز جرجس تبقى معي في ونحن نواصل هذه التغطية الخاصة لرحيل ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية. الملكة إليزابيث الثانية أطول ملوك بريطانيا عمرا وأطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش بعد تخطيها فترة الستة عقود، وهي الملكة الدستورية للمملكة المتحدة ورئيسة كنيسة إنجلترا. تعاني الملكة البالغة من العمر 96 عاما والمولودة في 21 من نيسان عام 1926، وتسلمت سلطاتها الدستورية عام 1952 من وعكة صحية آلمت بها العام الماضي سببت لها مشكلات صحية وصعوبة في الحركة والتنقل. ولدت إليزابيث في لندن وتلقت تعليما خاصا في منزلها، حيث أخذت الواجبات العامة على عتقها أثناء الحرب العالمية الثانية، وانضمت للعمل في الخدمة الإقليمية الاحتياطية، وفي نهاية الأربعينيات من القرن الماضي تزوجت من الأمير فيليب. لا يزال الدعم للنظام الملكي ولشعبيتها قويا، ففي 9 من سبتمبر عام 2015 حطمت الملكة إليزابيث الثانية رقما قياسيا بالجلوس على عرش المملكة لأكثر من 63 عاما وسبعة أشهر، متخطية العاهلة البريطانية جدتها الثالثة الملكة فيكتوريا التي كانت تحمل اللقب. إذن وللمزيد من المتابعة أرحب الآن بضيفي من لندن راتب سليمان المختص بالشأن البريطاني وهو كذلك عضو حزب المحافظين السابق. أستاذ راتب أهلا بك بداية. حزب المحافظين كيف علق على رحيل الملكة إليزابيث الثانية، وماذا نتوقع الآن من خطوات ربما في البرلمان البريطاني مجلس العموم وقد يكون ربما كذلك اللوردات؟ طبعا مساء الخير لكم وللمشاهدين الكرام. في البداية نقدم تعازينا للعائلة المالكة بوفاة الملكة إليزابيث الثانية، ونقدم تعازينا للشعب البريطاني كذلك
بهذه اليوم الحزين الذي استقبله الشعب بألم وأسى. على كل حال، طبعا الملكة إليزابيث حكمت بريطانيا ما يقارب 70 عاما، أو بقيت على العرش طويلا. كانت محبوبة لدى الجميع، وكانت لها احترام كبير، وكانت من الناس أو من الملوك الذين وضعوا بصمة قوية في بريطانيا. كانت تحكم بقوة وبأسلوب أحبها الجميع من الغرب ومن الشرق ومن من جميع البلاد. طبعا الملكة الآن بالنسبة للحزب أو بالنسبة لمجلس الوزراء، مجلس الوزراء طبعا سوف تبقى الأمور كما هي، وسيحاولون تنصيب ابن الملكة تشارلز، سيحاولون أن يضعونه ملك بريطانيا. سيستلم تشارلز أو سيتسلم السلطة طبعا ممكن في القصر، في قصر في مجلس الوزراء في بريطانيا سيسلمونه العرش، وممكن سيكون في مكان آخر لا نعرف حتى الآن بذلك، ولكن هو الآن سيكون الذي يستلم ملك بريطانيا تشارلز الثاني. نعم تشارلز. أرحب الآن بضيفي من لندن كايد غياضة، عضو حزب العمال البريطاني. أستاذ كايد أهلا بك. حزب العمال، كيف تلقى نبأ رحيل الملكة إليزابيث، وكيف علق وكيف ترون المشهد اليوم بعد رحيل الملكة؟ يعني ليس فقط حزب العمال، ولكن كافة أطياف الشعب البريطاني في كل مكان، في إنجلترا وفي ويلز واسكتلندا وفي إيرلندا الشمالية، وحتى في دول الكومنولث وحتى في دول العالم كله، بطبيعة خبر وفاة الملكة العظيمة إليزابيث هو خبر محزن جدا، وخبر يعني صادم لكافة أبناء البشرية. لا يوجد هناك طفل في العالم تحدثه عن بريطانيا ولا يذكر لك اسم الملكة إليزابيث، وهي التي يعني ميزت بريطانيا وسمعة بريطانيا في العالم. حدث مؤلم ومحزن، وطبعا هي عاشت 96 عام قضته في يعني هذه العائلة المالكة وفي حكم بريطانيا، هذه الإمبراطورية التي بدأت معها، التي كانت يعني تحكم يعني كافة دول كثير من دول العالم، يعني الإمبراطورية التي لم تكون تغب عنها الشمس من الشرق إلى الغرب. هذه الحقبة التاريخية وهذه المسيرة الحافلة بالإنجازات والحافلة بالتطورات، يعني شاهدت وعاصرت فيها الحروب والسلام والحزن والألم وحتى يعني الفرحة. وطبعا هي التقت في كافة قيادات العالم. نعرف عن الملكة هي كل الاحترام وكل التقدير والوقار، يحترمها كافة زعماء العالم ويحبها أبناء الشعب البريطاني وأبناء شعوب دول الكومنولث، وهي ما زالت رأس الدولة في كندا وفي نيوزيلندا وفي أستراليا وفي كثير من دول الكومنولث، التي هي يعني تحترمها وتقدرها لما مكانتها في المجتمع، ليس هنا فقط ولكن في كافة دول العالم. بالطبع الوقع الذي يأتي يعني على حزب العمال الذي هو حزين جدا بهذا الخبر، يعني يعتبر بالنسبة للحزب هو يعني مسألة يعني محزنة جدا، بحيث أن كافة الاجتماعات وكافة الحملات الانتخابية تم توقيفها، وكافة الاجتماعات وكافة الأعمال التي تتعلق بالسياسة تم توقيفها احتراما وتقديرا وإجلالا إلى روح الملكة إليزابيث التي غادرتنا. وطبعا الآن نشهد ونريد أن نتطلع إلى مرحلة قادمة من حكم الملك تشارلز، والذي هو يعني تعلم وتتلمذ
على أيدي الملكة إليزابيث، وننتظر منه يعني أن يكون لديه الشباب والحركة النشطة والدبلوماسية النشطة التي هو يعني من المتوقع أن يكون له دور هام وكبير في المراحل القادمة من تأثير مباشر وغير مباشر على سياسة بريطانيا الداخلية. وطبعا نعلم تماما أن يكون للملك الجديد دور هام يعني ليس فقط أخلاقيا بل سياسيا وثقافيا وعلميا، لكي يكون لديه الدور الهام والرائد في مساعدة بريطانيا ومساعدة أبناء شعوب العالم. طيب الدكتور فواز جرجس أستاذ العلاقات الدولية، في العام 39 انضمت إلى الخدمة العامة الملكة إليزابيث قبل أن تطلق تصريحها الشهير في ذلك الوقت بأن القصف النازي على العاصمة لندن، قالت كيف أطالب الناس بالصمود إذا غادرت القصر، فبقيت في القصر في موقعها. بريطانيا صمدت وانتصرت على دول المحور ودشنت البلاد مرحلة إعادة البناء. برأيك ما هي أبرز التحولات التي طرأت على بريطانيا في عهد الملكة بريطانيا منذ أن تسلمت الحكم بعد وفاة والدها جورج السادس إلى خلال 70 عاما؟ بريطانيا ربما شهدت الكثير من المتغيرات. يعني أنا أعتقد أن بعض الزملاء الذين تحدثوا عن الإمبراطورية البريطانية التي لا تغيب عنها الشمس، حكم الملكة إليزابيث الثانية هو كان الحقيقة قطعا عاما مع الإمبراطورية، وصلت إلى رأس السلطة الدستورية الملكية في عام 1952. وعلينا أن نذكر المشاهد العربي أنها كان الحقيقة مسألة انقطاعا وبداية مرحلة جديدة، مرحلة الحقيقة إعادة بناء المملكة المتحدة على أطر جديدة غير أطر الإمبراطورية التي كانت موجودة إلى نهاية الحرب العالمية الثانية. وأيضا علينا أن نذكر المواطن الأردني والعربي أنها شهدت الحقيقة كانت شاهدة على حرب السويس 1956، والتي أدت أيضا إلى يعني نوعا من الانقطاع مع الأرث الإمبراطوري للمملكة المتحدة. ومن هنا أنا أعتقد أن مرحلتها كانت مرحلة إعادة بناء المملكة المتحدة على أسس جديدة، مرحلة الاستقرار، مرحلة المؤسسات، مرحلة المواطنة. وعلينا أيضا أن نذكر المشاهد الأردني والعربي أنها لا تحكم، أن الملك القادم تشارلز الثالث لن يحكم، ليس له دور سياسي أبدا، لا سياسي ولا اقتصادي أبدا. المملكة المتحدة يعني دولة مؤسسات، رئاسة الوزارة هي رئاسة يعني الرئاسة الفعلية. نعم. رئاسة ربما لا يعرف الكثير، ربما لا يعرف الكثير ما تقوم به في الملكية الدستورية الملك أو الملكة دكتور فواز من مهام وأدوار إلى درجة كبيرة بالفعل، لأن بعض الزملاء يخلط بين الملكية الدستورية، بين السلطة الرمزية، السلطة الأخلاقية، رأس السلطة، وبين السلطة الفعلية. الملكة والملك القادم لن يمارسا السلطة الفعلية، ليس لهم الحق بممارسة أي عملية سياسية حتى بإطلاق مواقف سياسية. ومن هنا أنا أعتقد، وأيضا علينا أن نذكر المشاهد الأردني والمشاهد العربي، علاقة الملكة إليزابيث مع الرؤساء والملوك العرب وخاصة الملك الراحل الملك حسين والملك الحالي عبد الله الثاني والملوك العربية، كان لها بالفعل علاقات حميمة إلى درجة كبيرة، اجتمعت مع الكل. وبالفعل يعني لأنها كانت كما نعرف يعني لديها علاقة مميزة ويعني هواية الخيول والمنطقة ككل. وأيضا الملك القادم ملك تشارلز الثالث له علاقة مهمة جدا، منذ عدة أشهر كان في المملكة الأردنية. ومن هنا أنا أعتقد أن الملكة والملك ليس لهم أي دور سياسي، ولكنهم يلعبون دورا مهما رمزيا من خلال حقيقة ردم الفجوات بين المملكة المتحدة ودول العالم وخاصة المنطقة العربية.
نعم، وفي هذا السياق نعى الديوان الملكي الهاشمي جلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، وبأمر من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين أعلن الديوان الملكي الهاشمي الحداد على الفقيدة في البلاط الملكي الهاشمي لمدة 7 أيام، وأكد البيان وقوف الأردن إلى جانب المملكة المتحدة وشعبها الصديق في هذا الظرف الصعب. وكان هناك أيضا تغريدة لجلالة الملك عبد الله الثاني حيث الأردن ينعى الزعيمة البارزة إليزابيث الثانية. الملكة إليزابيث الثانية كانت منارة للحكمة والقيادة لمدة 7 عقود، والملك كمان يؤكد هنا أن الملكة إليزابيث الثانية كانت شريكة للأردن وصديقة عزيزة للعائلة، ونقف إلى جانب شعبي وقيادة المملكة المتحدة في هذا الوقت العصيب. كذلك نذكر بأن الحكومة أعلنت الحداد لثلاثة أيام، والكثير من الدول كذلك أعلنت الحياد. الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد أمر بتنكيس الأعلام، وفي مجلس الأمن الدولي وقف دقيقة صمت حدادا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية. إذن هذه صور تأتينا مباشرة من قصر باكنغهام في العاصمة البريطانية لندن، وقد نتابع توافد الآلاف من البريطانيين للتعبير في هذه الساعة عن مشاعر الحزن والتقدير الكبير للملكة إليزابيث الثانية التي أعلن قصر باكنغهام هذا المساء رحيلها عن عمر 96 أو 96 عاما. إذن الآن أشكرك دكتور فواز جرجس أستاذ العلاقات الدولية على كل على هذه المشاركة، وأذهب من جديد إلى كايد عياضة من حزب العمال البريطاني. برأيك أستاذ كايد، ما هي التغييرات التي ستطرأ الآن منذ أن يتولى الملك تشارلز الثالث الحكم، وفي خلال مقبل الأيام نحن بانتظار أن يكون هناك خطاب للملك تشارلز الثالث؟ يعني العادات والتقاليد الملكية في بريطانيا يعني تتوجب على الملك الجديد أن يلقي خطابا في يوم وفاة الملك أو الملكة السابقة، وما نتوقعه الآن أن يكون هناك خطابا إما الليلة وإما غدا للملك تشارلز الثالث يخاطب فيه أبناء الشعب البريطاني وكافة شعوب العالم، يعني وينعى فيه وفاة الملكة الراحلة التي يعني أسرت قلوب البريطانيين وقلوب يعني الكثير من أبناء هذا العالم، وطبعا سيبشر بحقبة جديدة من تجديد للحكم وتجديد لإدارة المملكة المتحدة، وطبعا يعلن للعالم باستلامه عرش بريطانيا ليصبح الملك الجديد في بريطانيا. ما سيميز حقبة الملك تشارلز بأنه يعني هو يعني في متوسط العمر، وطبعا مقارنة مع الملكة يعتبر شابا، وهو طبعا يعني لديه القدرة على الحركة وعلى التنقل داخل بريطانيا وحتى في كافة أنحاء العالم. هو يعني كما ذكر زميل لي سابق أنه يعني كان في الشرق الأوسط منذ فترة قريبة، وطبعا ولي العهد الذي سيتم تعيينه الأمير ويليام وهو سيكون ولي العهد الجديد هو أيضا شاب، وأنا أرى يعني هذه الحيوية وهذه الطاقة وهذه الهمة الجديدة ستكون عالية وسيكون لها التأثير الكبير. لا أتفق مع زميلي عندما قال بأن الملك أو الملكة لا يوجد لديها تأثير سياسي في بريطانيا، هذا الكلام غير صحيح،
نحن نتحدث عن تأثير غير مباشر، لا نتحدث عن حكم مباشر من قبل الملك أو الملكة. طبعا كما تعلمون الملكة أسندت مهمة افتتاح البرلمان، وكان هناك كلمة للعائلة المالكة ألقاها الأمير تشارلز في ذلك الوقت في بداية هذا الصيف. وطبعا حددت العائلة المالكة السياسات والقوانين التي تريد من البرلمان وتتمنى عليه أن يتم نقاشها وأن يتم المضي قدما فيها. كيف لا يوجد لديهم لكن أستاذ كاهيد، يعني ربما القصد من هذا أن الملكة كانت تمارس ذلك الحياد السياسي، وربما هذا ما ميز عهدها، وهذا شيء نحترمه، وهذا هو الدستور وهذا هو القانون في بريطانيا، وهي تحترم هذا الدستور والقانون. نحن نتحدث عن تأثير الشخصية وتأثير القيادة من قبل هذه الملكة وهذا الملك الجديد، لا نتحدث عن القيادة العملية على الأرض. على الأرض نعلم يوجد رئيس وزراء ويوجد هناك حكومة ويوجد هناك أحزاب وتوجد هناك ديمقراطية، وهذه هي الحياة السياسية في بريطانيا. ولكن أنا أتوقع بأن يكون للملك الجديد دور أكبر وتأثير أكبر على السياسة، لأنه هو يعني يحظى بذلك الشباب ويحظى بذلك الحركة، وهو الملك أو الملكة من يكلف الأحزاب بتشكيل الحكومة، وهو من يكلف البرلمان بنقاش القوانين ويتمنى عليهم. هو يعني اللغة هي التمني ويعني الأمل، ولكن فعليا يسمع السياسيين ويحب ويحترم العائلة المالكة كما يحبها ويحترمها كافة أبناء بريطانيا. أنا أشكرك من لندن كايد غياضة، عضو حزب العمال البريطاني، شكرا جزيلا لك. كانت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس وصفت الملكة الراحلة إليزابيث بأنها الصخرة التي بنيت عليها بريطانيا المعاصرة. لقد دمرتنا جميعا الأخبار التي سمعناها للتو من بالمورال. إن وفاة جلالة الملكة كانت صدمة كبيرة للأمة والعالم. كانت الملكة إليزابيث الثانية الصخرة التي بنيت عليها بريطانيا الحديثة. نمت بلادنا وازدهرت في عهدها. بريطانيا هي الدولة العظيمة التي هي عليها اليوم بسبب الملكة إليزابيث. صعدت العرش بعد الحرب العالمية الثانية، دافعت عن تنمية الكومنولث من مجموعة صغيرة من 7 دول إلى أسرة مكونة من 56 دولة تغطي كل قارة في العالم. نحن الآن أمة حديثة ومزدهرة وديناميكية. تنضم الآن إلينا من لندن منى لطفي، مديرة مكتب صحيفة الأهرام، وكذلك أرحب بضيفي من عمان مازن لحمود، سفير الأردن الأسبق لدى المملكة المتحدة. أستاذة منال، سأبدأ معك من لندن، خاصة إذا ما انضم لدينا الآن المتابعين لرحيل الملكة إليزابيث الثانية. نود أن نذكر بأبرز التطورات بطبيعة الحال، وفاة الملكة إليزابيث الثانية هذا المساء، وما يتوقع من تغييرات في خلال الساعات المقبلة وغدا وما سيلي بعد ذلك. ما سوف يأتي بعد ذلك أن جثمان الملكة سوف يتم نقله من اسكتلندا إلى لندن، سوف يكون في باكنغهام بالاس لعدة أيام قبل أن يتم نقله بعد ذلك لويستمينستر أبي من أجل إقامة جنازة الدولة. طبعا من المؤكد أن يحضر جنازة الملكة إليزابيث ربما أكبر عدد من زعماء العالم، سوف تكون تلك أكبر جنازة في القرن 21، وقد تكون ربما أكبر كثيرا من جنازة رئيس وزراء بريطانيا الراحل تشرشل الذي كانت جنازته كبيرة جدا. أعتقد الملكة سوف تكون لديها أكبر جنازة، وهناك شيء من الصدمة في الشارع البريطاني حتى الآن، هناك شيء من عدم التصديق أنها توفت، لأنه كما نعلم كانت قبل 48 ساعة فقط تكلف لستراس بتشكيل الحكومة، بدت جيدة على ما يرام، وبالتالي التطور المفاجئ في تدهور صحتها سوف يكون مصدر لألم الكثير من البريطانيين، خاصة
الجيل الذي تربى وترعرع معها من الأربعينات والخمسينات والستينات والسبعينات، هذا الجيل سوف يكون الأكثر فقداً لها، لأنه طبعاً الأجيال الجديدة إلى حد ما في العشرينات والثلاثينات هناك بعض المتشككين أصلاً في المؤسسة الملكية، لكن هذا الجيل سوف يشعر بفراغ كبير جداً بغياب الملكة إليزابيث. نعم. أستاذ مازن الحمود سفير الأردن الأسبق لدى المملكة المتحدة، أنا أذكر شخصياً عندما قدمت أوراق اعتمادك إلى الملكة إليزابيث الثانية عندما عينت سفيراً في المملكة المتحدة بريطانيا، ماذا تعرف عن هذه الشخصية عندما قابلتها السفير مازن، والعلاقة بطبيعة الحال التاريخية ما بين المملكة الأردنية الهاشمية وبريطانيا؟ بداية بحب أنتهز هذه الفرصة حتى أقدم أحر التعازي إلى العائلة المالكة البريطانية وللشعب البريطاني على وفاة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، وأطيب التمنيات للملك الجديد الملك تشارلز الثالث بالتوفيق ومزيد من العلاقات الطيبة اللي بتربط بين بلدينا، العلاقات التاريخية زي ما أنت تفضلت. أنا بتذكر لما قدمت أوراق اعتمادي كسفير لجلالة الملك لبلاط سين جيمس كسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة المتحدة، بعد عبارات المجاملة والترحيب في كسفير لجلالة الملكة لدى بريطانيا، قديش الملكة عبرت عن تاريخ العلاقة التي تربط بين العائلتين. فأنت بتعرف القاعدة التاريخية أنه لا يجوز تكرار الكلام الذي يحدث بين ملك البلاد أو ملكة البلاد مع أي شخص مرة أخرى، فرح أكتفي بس أني أقول أنه أشادت بتاريخ هذه العلاقة وعمقها وكم يعني لها هذه العلاقة. طيب اليوم سفير مازن، الملك هو تشارلز الثالث كان قد قام بزيارات عدة إلى الأردن، وكذلك ولي العهد الأمير ويليام، برأيك اليوم هذه العلاقة لديها الخصوصية في إطار عندما كانت الملكة إليزابيث على قيد الحياة، اليوم الملك تشارلز ربما سينقل هذه العلاقة إلى مرحلة مختلفة، ماذا تتوقع عندما يتسلم الملك تشارلز الحكم يتوج على عرش بريطانيا؟ ما في شك أنه القاعدة اللي انبنت عليها هاي العلاقة مع جلالة الملك تشارلز الثالث علاقة وطيدة وقوية جدا. فعلى سبيل المثال اهتمامه الخاص في موضوع حوار الأديان، وزي ما حضرتك بتعرف والمشاهدين بيعرفوا انه هاي واحده من رسائل من اهم الرسائل اللي تطلع فيها الاردن هي موضوع حوار الاديان، وفي عندنا عده برامج ومبادرات ملكيه في هذا الشان، والامير جلاله الملك تشارلز من اكثر المهتمين والداعمين لهذه المبادرات. فخلال الزيارات المختلفه الكثيره، يعني بيميز الزيارات الملك تشارلز الثالث للاردن يعني عن باعتقادي عن كل الدول الأخرى هي تكرار الزيارات. أنت زي ما بتعرف أنا كنت من المذيعين المرموقين المعروفين في البي بي سي القسم العربي في بريطانيا، أنه الزيارات الملكية بتتم عادة لدولة واحدة ولفترة طويلة، لكن زيارات متكررة تقريبا كل سنتين زيارة الأردن واحدة منها أهم أسبابها وركائزها غير عن العلاقات التاريخية تربط بين العائلات، ولكن في لها أهمية. واحدة منهم بموضوع حوار الأديان اللي باعتقادي خلال السنوات الماضية هاي قد تكون واحدة من أهم البرامج اللي ممكن الملك يركز عليه. موضوع آخر اللي هو اللي بيسموه Princess Trust، اللي هو الموضوع اللي بتعلق في الوقف الأميري. خلال من سنة السبعين تم تأسيس الوقف الأميري، والأردن جدا يعني تم دعمه من قبل الوقف الأميري. آخر واحدة منهم اللي هو مبادرة توركويز ماونتن، اللي هي مبادرة اللي بتدعم النساء في المحافظات وفي الريف
في صناعة الأمور التراثية وتمكين في بيعها بالسوق المحلي وعالميا أيضا. فهي مدعومة بشكل قوي جدا من قبل الوقف الأميري اللي باعتقادي الآن، طبعا ما بعرف شو رح يكون مستقبلها، ولكن هي في بس في 4 دول في العالم، بالأردن وفي عمان وفي أفغانستان، ولكن في اهتمام كبير في الأردن، وموقعهم موجود هون بجبل عمان ولهم شغل من أروع ما يكون. ففي كثير مبادرات. كمان الوقف الأميري خلال السنوات الماضية كان لهم اهتمام كبير في دعم، خلينا نقول غير مباشر، بسبب حكم العائلة المالكة ما بتتدخل في الشؤون السياسية للبلدان، لكن كان في عندهم دعم غير مباشر للاقتصاد الأردني، وكان في اهتمام خاص من قبل الملك تشارلز الثالث لما كان أمير في وضع الاقتصاد الأردني بقدر الإمكان أنه يتم في دعم في دراسات اقتصادية معينة من قبل الوقت. طيب أستاذ منال، قبل أن أختم، هناك دائما خطة اليوم جرى الحديث عنها بتفاصيل كثيرة، لندن بريدج أو أوبريشن لندن بريدج. هل لك أن تذكري لنا أستاذ منال أبرز يعني بنود هذه الخطة التي يعمل بها عند الإعلان عن وفاة الملك أو الملكة في بريطانيا؟ أبرز الخطوات عندما يتوفى رأس الدولة، يتم كما تعلم إخبار رئيسة الوزراء، رئيسة الوزراء تخبر الشعب البريطاني، العالم يعرف. بعد ذلك سوف تبدأ إجراءات التسليم. التسليم سوف تم بالفعل للملك تشارلز الثالث. الآن سوف تبدأ الأشكال رمز السيادة لتشارلز، بمعنى بعد أسابيع قليلة سوف يتم طباعة العملة الورقية الجديدة في بريطانيا، عليها صورة الملك تشارلز الثالث وليس الملكة إليزابيث الراحلة. الكثير من طبعا الأختام الملكية سوف يتم تغييرها بالكامل لكي تحمل اسم الملك تشارلز الثالث. كل أشكال السيادة، كل الأعلام، هناك بعض التفاصيل فيما يتعلق بالبروتوكول متعلقة بحجم انتقال السلطة من تشارلز لولي العهد الجديد أمير ويلز الجديد الأمير ويليام. كل هذه سوف يتم على مدار شهرين بالأكثر، وجزء من عملية لندن بريدج هي ترتيبات الجنازة، هي أيضا باتت معروفة. أعتقد أن بريطانيا سوف تدخل في حالة حداد 10 أيام، وبعد 10 أيام سوف يتم تنصيب الملك تشارلز في احتفال رسمي للقطيعة ما بين الحزن على الملكة الراحلة وبين البهجة أو النوع من الترقب لتولي ملك جديد سوف يرى أغلب البريطانيين على مدى 70 عام لم يعرفوا إلا الملكة إليزابيث. لم يرى أحد في كل هذا الجيل إجراءات تنصيب ملك جديد. كما تعلم بريطانيا لديها طقوس احتفالية مميزة جدا في تعيين ملك جديد. كل هذا سوف يرى البريطاني والمواطن الدولي أيضا لأول مرة من 70 عاما مع تولي الملك تشارلز. بطبيعة الحال سيتغير كذلك بعض الكلمات النشيد الوطني من God save the Queen إلى God save the King. من لندن أنا أشكرك منال لطفي مديرة مكتب صحيفة الأهرام، وكذلك أشكر ضيفي من عمان مازن لحمود سفير الأردن الأسبق لدى المملكة المتحدة. شكرا جزيلا لكما، وبهذا نصل إلى ختام العاشرة. أشكر لكم حسن المتابعة، هذه تحية وإلى اللقاء.